وينضم إلينا عبر الإنترنت القيادي في حركة حماس محمود مرداوي. أهلا بك معنا سيد محمود، وابتداء كيف تنظرون إلى هذا التصعيد في الجبهة اليمنية وهذا الاستهداف الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن؟ نعم، إرهاب صهيوني لا يقتصر فقط على عملية الإبادة التي يمارسها في قطاع غزة، هو يبحث عن الأهداف التي تتعلق في المجتمع وتمس حياته وتفاصيلها. يعني شهادات في السادية والنزية، ولكنها هذه غلطة يقع بها نتنياهو في إطار سلسلة من الأخطاء والفشل في تقدير الموقف. تقدير موقف سيكلف كيان العدو الكثير. هذه الممارسات، هذه يعني العمليات الإرهابية والاعتداءات المستمرة تغلق الأبواب أمام الأصوات القليلة الناشزة التي يعني دائما ما تبرر لهذا العدو. ها هو العدو الآن يوجه ضربة في موقع مدني، ضربة يعني ذهب ضحيتها يعني عدد من الشهداء وعشرات من الجرحى، وسيترتب عليها معاناة طويلة يعني مدينة كبيرة في اليمن، لكنها ستفتح مسارا جديدا مؤثرا سيدفع ثمنه العدو الصهيوني. وبرر للأخوة اليمنيين الذين وقفوا إلى جانب الفلسطينيين منذ البداية أمام الشعوب العربية وكذلك المنظومة الإقليمية والدولية أن هذا عدو مارق لا يعني ينتظر مبررات أو مسوغات لعمليات الاعتداء. فبالتالي نشجب هذا العمل. نحن في حركة المقاومة الإسلامية حماس نبارك لإخواننا اليمنيين ولا سيما أنصار الله هذا الموقف الشريف العروبي عندما انتصروا لفلسطين وكانوا على علم مطلق وقالوا أننا سندفع الثمن، لكنه لقاء هذه المواقف، لقاء هذا الانتماء العروبي، هذا الانتماء لفلسطين، القضية المركزية للعرب يهون، وكل اليمنيين أيدوا هذا المنطق. هذا لم يكن موقف يتعلق بأنصار الله كقيادة وجيش، إنما الشعب اليمني من خلال المسيرات والمظاهرات المليونية أيد هذا المنطق وهذا يعني الموقف والسياسة. في تقديركم هذا التصعيد الإسرائيلي في اليمن كيف من الممكن أن ينعكس على الحرب في غزة وعلى صفقة تبادل الأسرى وإيقاف النار التي لازالت دائرة حتى الآن؟ نعم، الصفقة كما تعلم ويعلم الجميع متوقفة على موقف نتنياهو الذي تضرع في قطاع نتساريم وفيليدلفيا وأدخل يعني منطق جديد أسماء خطوط حمراء. فبالتالي الذي يدخل التعنت نتنياهو ويبحث دائما عن مبررات ليضر الرماد في عيون الصهاينة ويقول لهم أن الموقف الذي لا يريد هو في المقاومة الفلسطينية. الآن من خلال هذه الممارسات والاعتداء توسيع الجبهة التي نحن يعني قلنا ولا زلنا نعتقد أن واجب الأمة العربية والإسلامية تجاه فلسطين كبير، وهذا ليس يعني منا إنما واجب. فبالتالي عندما يقوم بهذا العمل يعني يعزز وجهة نظر أن هذا العدو في هذا المنطقة معتد على الفلسطينيين، قابل لأن يوسع اعتداءه، وهو يوسع عمليا من خلال الهجوم على اليمن وتكرار الهجمات في لبنان وكذلك في سوريا ومن قبلها العراق، ولم تسلم أي دولة عربية وإسلامية من شره المباشر وغير المباشر، العسكري والأمني والاقتصادي. فهو يعني سرطان في هذا الجسد العربي الإسلامي في المنطقة، يتغذى على حساب مصالحنا، كوت أولادنا، مستقبل شبابنا وتعليمهم، علاجنا وصحتنا، كل المنطقة متضررة من وجود هذا الكيان. هو يتحدى هذه الإرادة، يتحدى إرادة الشعوب الذين يتطلعون إلى الحرية. القيود التي تفرض في الدول العربية هي ناتجة عن كبح جماح الشباب لتضامن فلسطين. الشباب العربي والإسلامي دائما ما كان مستعدا لأن
يعيش حرا عزيزا، أما وأنه يشاهد في الوقت الحاضر كيف النساء والأطفال تحرق في قطاع غزة، تحرم من الماء في قلب الوطن العربي، من الغذاء، من الاتصال، ولا معين ولا يعني مجير ولا من يدافع من هذه الدول. فبالتالي هذه الأعمال تعزز من دور الشباب والضغط على هذه الحكومات وحتى على الأحزاب في الدول العربية للمشاركة في يعني مواجهة هذا الظلم والاضطهاد الواقع مباشرة وبشكل مستمر على الفلسطينيين، وها هو يتنقل ويتمدد مثل بقعة الزيت على سائر الدول العربية. فبالتالي يساهم في مفهوم وحدة الساحات، مفهوم وحدة يعني الضمير العربي، الهم العربي المشترك اتجاه القضية الفلسطينية وكل قضايا العرب المتضررة من وجود الاحتلال وسياساته. وأنتم تتهمون نتنياهو بالتلاعب والمماطلة، إلى أي مدى تعتقدون أنه من الممكن أن يستخدم ما حدث من تصعيد على الجبهة اليمنية يعني بعد ضرب تل أبيب بالمسيرة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين والرد الإسرائيلي على ميناء الحديدة؟ هل من الممكن أن يستخدموا نتنياهو كذريعة للتملص من الصفقة، ولا سيما أمام الإدارة الأمريكية في زيارته خلال الأيام المقبلة، على اعتبار أن هنالك خطر كبير على إسرائيل ولا بد أن تستمر هذه الحرب على كافة الجبهات؟ يعني منطق لن يستقيم وليس لديه أي حجة ومنطق. نتنياهو متهم من رئيس الأركان بشكل مباشر أنه يعطل الصفقة، وخاطب مباشرة ليلة الخميس بأن يعني يتقدم باتجاه عقد الصفقة، وهذه فرصة لا يبني على يعني خيالات في تقدير موقف أن المقاومة ضعفت ويمكن ابتزازها بمواقف أخرى. هذا رئيس الأركان قاله، ثم جالانت قال علينا أن نسارع وإذا لم تفعل ذلك سنقوم بمخاطبة الجمهور، كل الأحزاب، شاس الحزب الديني والذي يعتبر مرجعية دينية للحكومة، خاطب الرأي العام وقال نحن نؤيد صفقة، أعضاء ووزيرتين من الليكود أيدتا الصفقة وخاطبت نتنياهو. بالتالي لا يوجد مبرر أمام نتنياهو، كل الأضراع التي يقدمها رد عليها من يعني مطلع من الأجهزة العسكرية والأمنية في كيان العدو. ثم الإدارة الأمريكية تخوف من الحرب الإقليمية وتوسعها، لأن ذلك يمس في مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية واستقرارها، وبذل يعني جهود وطاقات في موطن لا ترى أنه يمثل لها استراتيجية كما يمثل التحدي الصيني في بحر الصين. فبالتالي هي تحذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى فرص أكبر لانفتاح الحرب الشاملة في المنطقة. فهذه الممارسات من نتنياهو وبهذا الشكل الاستعراضي هي يعني كان بالإمكان طائرة أن تقوم بالعملية، لكن اختار أن يقوم بذلك أسطول. ثم الشكل العلني قبل أن تصل الطائرات كان الإعلام الإسرائيلي يردد أن عملية في اليمن تنفذ بطائرات F-35. إذن الجانب الاستعراضي الإعلامي الدعائي ويعني كان حاضرا، فبالتالي الولايات المتحدة لن تشتري هذه الرواية وهذه الحجة، ستكون مردودة على نتنياهو. بالتالي المنطقة تنضج ونتنياهو يساعد في إنضاجها باتجاه يعني مواجهة مفتوحة مع كيان العدو والضغط عليه حتى ترتفع الأصوات والأطراف الضاغطة على نتنياهو ليخضع للمقترح الذي قدمه. هو يقدم للأمريكان ضرائع على ما قدموا من مقترح، لكن هذه الأطراف تحديدا سيد محمود، ويتحدثون عن الأطراف الأمنية والعسكرية سواء من رئيس الأركان أو من وزير الدفاع، يتحدثون بالفعل أن الصفقة قد نضجت ولا بد من إتمامها اليوم ولا يوجد أي مبرر لتأخير الصفقة، ويقولون لنتنياهو فلتتمم هذه الصفقة ونستلم الأسرى أو أرهين، ومن ثم لا يمكن أن يمنعنا أي أحد أو أي شيء من العودة مرة أخرى للحرب.
كيف تنظرون إلى هذا المنطق سيد محمود من قبل أنصار نتنياهو الذين يدفعونه نحو المضي نحو إتمام هذه الصفقة الآن؟ نعم، نحن نسمع ما لا يقال، نحن نسمع ما لا يقال، هذا يقال ويصبح مادة إعلامية في كل الفضائيات، لكن ما لا يقال ويبقى حبيس الغرف لدينا علم فيه أن الجيش يقول له أننا منهكون ولا نستطيع المواصلة، وأي مغامرة مع الشمال سيدفع الجيش والمصالح الاستراتيجية للكيان يعني خسائر فادحة، فبالتالي يريد أن يتخلص من هذه الحرب حتى يعيد بناء ويعني عادة تأهيل الجيش للحرب، فبالتالي لا، لأسباب متعلقة بعدم الجهوزية والاستعداد لدى جيش العدو وكذلك المجتمع الصهيوني التي تضرر ضرر بالغ من هذه الحرب الطويلة التي لم يكن جاهزا ومستعدا لها. ثم الجيش هو الجهة الذي يتحمل الفشل الأكبر في 7 أكتوبر ومع ذلك يريد إنهاء الحرب وعقد الصفقة. شكرا جزيلا محمود مردوي القاضي في حماس، كنت معنا عبر الإنترنت، وينضم إلينا